التقرير الادبي والقراءه ديالو، ومن بعد ندوزو للقراءه ديال التقرير الميدان والمسابقه. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بتواجدي في جمع عام ديال فريق شباب أطلس خنيفرة، الممثل الأول ديال المنطقة ديال الأطلس. أنجب لاعبين، أتت فضاءات بلاعبين في جميع المنتخبات، استفادت منهم فرق وطنية كبيرة، لا داعي لذكر أسمائهم أكثر. اليوم جمع عام كان على الأقل صحي إلى حد ما. كانت هناك بعض الثغرات القانونيه اللي حاولنا اننا نصلحوها في الايبان ديالها باش يمشي في هذا الجمع العام هذا، يمشي في واحد المسار ديمقراطي. بانت الديمقراطيه، بانوا منخرطين يحبون فريقهم بجنون وكذلك مشجعين. كانت مناوشات كلها كانت صحيه في صالح الفريق. اليوم طلع في مكتب جديد برئاسة شاب لحقيقة نتمنى له أن يكون له مسار كروي موفق، وأن فريق يعرف المرحلة دياله إن شاء الله واحد الانتعاشة رياضية ومادية، لأن المادة على ما شفت بأن المداخيل قلال لهذا الفريق هذا. ربما أنه مع المجيء ديال هذا الشاب هذا أن تصلح الأوضاع المالية باش تقلع الكرة في مدينة خنيفرة إن شاء الله. ذكرتي واحد الحاجه هي اللي مهمه، رئيس العصبه بحكم الفريق كينتمي للعصبه ديالنا، وانا ود الفريق. انا اللي كنشوف الجمع العام، الجمع العام كما قلت في الكلمه ديالي داخل الجمع العام، بان الجمع العام ديال نشوفوا المصلحه ديال الفريق، اما هي الاشغال والطريقه باش توجدات ما كانش في مستوى التطلعات ديال النادي اللي سميتو شباب أطلس خنيفرة. ولهذا توصيات اللي قلتي المكتب الجديد ان على العاتق ديالو واحد المهمه اللي هي ماشي سهله، ان خصو يدبر المرحله، وفي نفس الوقت يحاول نجيو لواحد الجمعه اللي غادي يكون تيشرف التاريخ والمستوى ديال الفريق الزايدي. لهذا كما كتشوفوا انتم كاعلاميين وتابعتوا بان راه الجمع العام تقارير، طريقه باش تحتس التقارير هي تقارير صغر من القيمه ديال النادي. لهذا حنا اللي كنعطيو التوصيات واللي كنناشدوا الاخوان انهم يخدموا من اجل الهيكله ديال الفريق، ويخرجوا الفريق لبر الامان وهو كيتهيكل من جديد، لان التراكمات والطريقه باش دار المونتاج ديال التقارير وهذا والتداخل وديال المكتب السابق والمكتب الجديد المكتب الحالي والمستقبلي هذا لا يشرف مدينه كمدينه خنيفرة. لهذا كنطالبوا منهم انهم يضافوا الجهود ديالهم ويكونوا قد المسؤوليه اللي تحملوا اليوم داروا على العاتق ديالهم المنخرطين والبلاد بصفه عامه. وتنتمنوا للفريق اولا كي يخرج لبر الامان، وبالتالي تعاود الهيكله ديال الفريق، تنهضر على الهيكله تنهضر اداريا وماليا، لان راه اليوم مع الاسف ما نقولوش كارثي، ولكن راه كاين واحد الفتور، كاين واحد المستوى اللي ماشي كليك في التطلعات ديال هذا النادي الزياني اللي هو كبر من التقارير وكثر من التير وكبر من هذا الشيء هذا. لهذا التوصيات اللي غادي نقول للاخوان الله يعاونهم، وخصهم يهيكلوا الفريق ويكونوا في المستوى المطلوب باش يكونوا مسيرين ديال النادي اللي كينتمي للبطوله الاحترافيه جوج. هذا راه ماشي سهل، وهذا راه تكليف اكثر ما هو تشريف، وعلى العاتق ديالهم هذه البلاد وهذه الكره، وشكرا لكم. الظروف ديال الجمع العام اخويا عزيز دازت ظروف راه شفتوها كنتو حاضرين ليها، دازت في جو رياضي، جو رياضي كبير، كان بعض التحفظات على المكتب السابق، هذاك الشيء عادي في كرة القدم. فاحنا نحاولوا ان شاء الله باش ندوبوا دوك الخلافات، وغادي نبينوا للجماهير وغادي نبينوا للمكتب المسير لا السابق ولا الحالي، لان حنا جايين للتغيير وجايين ان شاء الله باش تكون واحد اللحمه بيناتنا حنا كمكتب مسير. وهادشي اللي كاين اليوم.
الملاحظات ديال الممثل ديال الجامعه ان التقارير ديال الملحنات هكاك وخويا هادشي ما تيشرفش بمدينه خنيفرة اولا بشباب خنيفرة فشباب خنيفرة لعبت في 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 قسم الوطني الاول شحال هادي صراحه ما كانش كيبان لينا تفا ولكن هاد العامين الثانيه صراحة نعتنا بمول الحانوت صراحة ما أنا صراحة والله إلا 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 ما اش غنقول لك تصدمت والله العظيم. أنت كرئيس يعني اليوم حيك غادي نجيو الجمع العام ديالك غادي نلقاو الأمور مريقلة. إلا ما كانش هادشي يمشي في حالي. يعني؟ إلا ما كانش هادشي يمشي في حالي. إلا ما كان إلا 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 ممثل الجامعة ما ناضش وقف وسقط وصفق عليها ما غاديش نكون. إذا بحكتي ما هي الافكار ديالك اللي الافكار توعد بها الجمهور الافكار شوف الافكار كنا طرحناها في البرنامج حيت كنا حنايا اصلا كنا مرشحين في الجمع العام السابق في البرنامج فهو على الاوراق فهو حنا نحاولوا ان شاء الله نحطوه على ارض الواقع بتضافوا الجهود حنا الحمد لله المكتب الموسي اللي درت معايا فهما ناس محنكين ناس تجربه كاين ناس جداد اللي هما جايين عندهم تجربه في التسيير وانما ما عندهمش تجربه في التسيير ديال كره القدم ولكن كاينه تجربه كاين اساسيده كاين ناس اللي كانوا قراب للفريق ربما لواحد 4 سنين ولا 5 سنين يعني غنتضافر الجهود ان شاء الله وانا كنوعدكم هذا المنبر بانه ان شاء الله غتكون داكشي زوين 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 بزاف.